لكن العنوان عندنا هو ديفاينايت انتجرال. نحن كل شيء قبل اشتغلناه كان على انديفاينايت انتجرال، يعني هول الانتجرالز اللي حليناهم اكزامبلز اوبليكيشن انديفاينايت، يعني هن انتجرال مخرره ما فيها انترفال، وبالتالي بيطلع اخر شيء بلس كونستنت، يعني انتجرال يعني فانكشن بيكون عنده اكثر من بريمتيف. هيدي هي هلا عم نقول نحن let f be a continuous function on an interval i and let capital F an empty derivative. المفروض في b ناسي اكتب b سوري عشان ما حدا يعلق علي الانجليش. طيب لكن هون let f صغيرة continuous function and let f كبير be an empty derivative of f. an empty derivative هيدي شو بتعني؟ هيدي الجملة an empty derivative بتعني شغلتين، يعني يا عندك ال f prime كبيرة equal f صغيرة، يا طالما أخذت الانتجرال or يعني المقصود فيها انتجرال لل f صغيرة إذا ما نعتبر ال variable x هي f كبيرة plus c. شايف؟ أولي في حدا بعد عمره شايف فيهم؟ بس نقول function هي anti derivative لل function، يعني هي الانتجرال لفانكشن. هي كلمة انتي ديريفاتيف بتعني انتجرال. هذه كأني عم شوفها أنا capital F is an integral of small f. capital F is an integral of small f. بس لأنه هي واحد من انتي ديريفاتيف نحط هون بس. انت هيك معود تشتغل. هلا بس لذكركم بشغلي شو بلشنا احنا بأول درس عشان ما تنسوهم. ما تنسوا دائما في فرق بين انه هو يعطيك الفانكشن ويقول لك برهنها انه هي انتي ديريفاتيف، ساعتها بتستعمل هاي. ما بتعمل انتجرال ساعتها، بس بتجيب الديريفاتيف للفانكشن وبتقارنها فيها. وفرق بين مثل ما اللي حلينا اخر شيء الا فايند ان انتي ديريفاتيف، يعني انت بدك تلاقي الانتجرال للاف. فهمتوا كيف؟ فانتبهوا بس يعطوكم اياها، يعني اذا قال لك شي مره شو ذات الانتجرال بتساوي فانكشن، ما في داعي تعمل انتجرال، بكفي تعمل الديريفاتيف للاف كبير بتساوي الاف صغير. اوكي اوقات هيك بيعملوا ليسهلوا عليكم شغل، وبالتالي ما في داعي تحلوا انتجريشن. إذا فانكشن معين الانتجرال تبعها قوية كثير أوقات هو بيعطيك جوابها بس كرمال الهدف تبع الاريا بيكون. بكره حنتعلم الاريا ونفهم شو يعني ما بتكون حليت أنت انتجريشن عمليا بالسؤال. طيب المهم هلا لكن هون بس بدي إياكم تنتبهوا هلا إنه الانتجرال لغف صغيرة هي اف كبير. By definition an integral is defined، بس نقول we call integral of the function f on an interval a b. هون بلشنا هلا نحكي عن انتجريشن on an interval، عشان هيك بنسميها definite integral. فكرة الـ definite integral هي لما بتكون معرفة بـ interval، يعني بتكون defined on an interval. واضح؟ الـ A والـ B بيكونوا أرقام عاديين، طبعاً هون بتكون الـ A less than B، طبيعي، بيكون interval. The integral of the function f on an interval AB is the real number، هيطلع آخر شيء real number، يلي هو تحديداً هيكون f of B minus f of A. اوكي هيدا هو الانتجرال، هيطلع ريل نمبر ما حددناه، ممكن يطلع بوزيتيف ممكن يطلع نيجاتيف وممكن يطلع زيرو. هلا احتمال الزيرو هو كثير قليل بحالات معينه حنحكي عنها بعدين، بس ناخذ البروبرتيز تبع الانتجريشن. بس هلا بالنسبه لنا هو ريل نمبر اف اوف بي ماينس اف. هلا انا راح فرجيك ليش بيطلع هيك. طلع عمرك هيدا النقطه، اذا انت عم بتحل عاده الانتجرال للاف الصغيره، هلا انت صرت عم بتحط نوتيشن هيك بالانتجرال، صار عندك هون طرفين للانتجرال، صرت عم تقراها. بس نقول نحن on the interval AB مثلا شو في طالع اوكي on an interval AB، يعني بنحط ال A تحت وال B فوق. اوكي هيك معنى. فلما بتكون عم بتجيب integral of the function f between A and B، اخر شيء بس تحلوها بتحلوها بالطريقه اللي بتعرفوها. هلا بتشوفوا كيف تحت، يعني يا دايركتلي يا let you اللي بدك اياها، هيطلع اخر شيء عندك فانكشن. انت معود يطلع عندك f of x، يا الله مين اللي هلا لاعب الشاشه بلس استاذ. نعم افيك بس تعيد من سطر وي كول انتجرال اوف ذا فانكشن لانه ما كنت هون مكاني. انا موجود قدامك اقراها لعمل ستوب شيك. يا زلمه بتحسسني انت انه راح عليك بلاوي اشياء. طب احكينا اقرا لك هذا السطر لك. لا انه تشرح شو حكيت هون ولا شيء. عم بقول انه الانتجرال للفانكشن، هلا عم نحكي نحن بالانترفال اي بي. اوكي يعني صرنا نحكي عن فكره الديفاينايت انتجرال، هي معناتها لما انتجرال معرفه بانترفال غير المقصود فيها. بس بدي اشرح لك هلا ليش حيطلع ريل نمبر اف اوف بي ماينس اف. اوكي هي حتطلع اف بي ليش، هلا حنشرحها. يا لكن الانتجرال للاف صغيره بتوين اي اند بي، انتم معودين يطلع عندكم
يعني بقى يعني لو ما في اي ام بي معوضين اف اوف اكس بلس سي صح؟ هون عارف من واقف. طيب ليكوا هلا شو الفكره؟ هلا راح اشرح لكم بعد شوي ليش لغيت السي، انه ما إلها داعي السي. بس اول شيء فهموا لي هي. هي اف اوف اكس بانتجرال يعني بعد ما تجيب الاكسبريشن اف بتعوضها بتحط هون بتسكر عليها بتعوضها بين اي اند بي. شو يعني؟ يعني اول مره بتعوض الاكس بالبي يو سبستيتوت اكس باي بي بتحط ماينس بترجع بتعوض محل الاكس اي. فراح تصير عمليا اف كبير اوف بي ماينس اف كبير اوف بي. هيك بكون طلع عندك ريل نمبر. هول بيكونوا ارقام البي والاي بيكونوا نمبرز حتشوفوا هلا بعد شوي. فبس تعوضوهم بالجواب هيطلع ريل نمبر عادي لكل واحد منهم. ليش لغيت السي انا هون؟ بفرجيكم ليش. طيب لو فرضنا تلميذ بده يخلي السي، ما في معي خلوها للسي. هي مفروض هيك عشان ما تفكروا انه في شيء غلط، يعني انا كان فيني احطها هيك بس هلا بقول لك ليه لغيت السي. انت لما بتجيب انتجرا مش حيطلع اف اوف اكس بلس سي مثل ما تعود. طيب سي كونستنت مزبوط. انت هون عم بتعوض هلا محل الاكس شو؟ بي. إذا عوضته بهي الفانكشن محل الـ XB شو راح تصير؟ راح تصير F of B plus F into B plus C بس C راح تضل ما هي C ما فيها B ما فيها X تتعوضها صح؟ طيب هيدي الأولى تاني. minus F into A minus C تاني كمان F of A plus C C و C دارو حطيتها بتوين براكت صلا زكريا عملها بسرعة إكسبان عشان هيك حطها هنس فهمتوا شو عملنا؟ عوضنا أول شيء محل الـ XB طلعت F of B plus C ماينس رجعنا عوضنا محل ال x a طلعت f of a plus c. هلا اذا عملتوا اكسباند لهي شو راح يصير فيهم للسي؟ f b minus f a بالضبط راحوا السيات. يعني هي فانت لما عم بتعوض محل ال x السي ما لها علاقه بال x يعني ما فيها رح تضلها موجوده. طب كرمال هيك لشو؟ يعني انا لما بدي اعوض اول مره اللي فوق وثاني مره اللي تحت ونقصهم هيدا السي رح يطير رح يطير سي سي ماي سي رح يطير. طيب هيدا السي راح كرمال هيك ما بقى الى داعي للسي. فمن هلا ورايح بس تحلوا انتجرال ديفاينايت بس تحطوا الجواب ما بتحطوا بلس سي بس بتحطوا بتوين اي اند بي بتعوضوا مره الاي ومره البي بتعوضوا اول شيء البي انتبهوا يعني اول شيء بتعوضوا اللي فوق وبترجعوا بتعوضوا اللي تحت انتبهوا لما في ديفرنس بيختلف الجواب بصير فهمتوا؟ يعني اذا عوضت انت العكس بيطلع عندك اوبوزيت نمبر يعني اذا تلميذ طالع معه مثلا الجواب 4 تلميذ ثاني بيطلع عنده ماينس 4 بيطلع غير كليا هي بتعمل له كوارث بكره بالاريا الاريا بتعرفوا الاريا ممنوع تكون الا شو مساحه عم نحكي الاريا بدها تكون اجباري شو بوزيتيف نمبر هلا هون بالانتجرال اذا مش عم بتحل اريا انت عادي مش مشكله مش فارقه معي طلعت بوزيتيف نمبر بس بكره بتشوفوا بالاريا شو بصير معك. طيب هلا هون بدي احكي ريمارك قبل الاكزامبل قبل ما احكي ريمارك يا صبايا يا شباب حدا عنده مشكله هون فهمتوا شو الخبريه شو بدنا نعمل فكره الديفاينايت في عندنا انترفال واخر شيء بس بنعوض محل الاكس بي محل الاكس اي يعني في شويه كالكوليشن على فكره نسيت لكم شغله امبارح انه بدي منكم تحضروا كالكوليتر خلص حضروها بكره بلكي هلا مش فيكم معكم كالكوليتر لانه بظنش الكل هلا قادر يامن كالكوليتر هلا صح مش كلكم حطكم كالكوليتر لانه بدي اعلمكم بكره كيف تعمل فيريفيكيشن لهول اللي عم نحلهم تحت وهلا بقول لكم عنها فيكم انتم تجربوها اليوم لحالكم بدون ما انا اعلمكم بس بكره على كل الاحوال حكي عنها اوكي يعني كيف انا بحل انتجرال يوزنج ذا كالكوليتر دايركتلي بس طبعا هيدي بس الفيريفيكيشن زي هاي اللي فور راديكال هلا هي في محل مكتوب انتجرال وفي هيك بتوين تو نمبرز يعني هيك بتكون هيك في تو نمبرز بعدين في دي اكس بالاخر اطلع هون مربع هيك اوكي هيدي ولا طريقه لنشتغلها والاكس هي بتشتغلوها على الفا يعني في هيك في محل الاكس الاحمر لو بتشوفوها بتعملوا الفا لهيدا شو اسمه بيطلع عندكم الاكس بتصير عادي هلا ما تلاقي حالك فيها يا احمد هلا خليك معنا طيب حنروح على ريمارك هلا هون بس ما نقول شغله هذه كان لازم نحكي عنها كمان قبل عدت تذكرتها هون كتبتها هون بالسؤال مش مشكله انا لقلكم شغله بس انتم بالفيزكس مثلا بالديريفاتيف وبالانتجرال وكذا بتستعملوا اكثر شيء الفاريبل تي صح؟ نسبه للتايم الفاريبل يا جماعه ما له قيمه بالنسبه لنا هلا نحن بالمات اكثر شيء بنعتبره اكس بس الفاريبل انا كيف ما غيرته ما راح يتغير بالانتجرال فعون اللي عم بقول لكم اياه اذا عندكم شي مره انتجرال بتوين اي اند بي اذا الفاريبل كانت تي يعني اذا عم تشتغلوا دي تي معناتها هون اف اوف تي انتجرال لاف اوف تي دي تي هي ذاتها انتجرال لاف اوف اكس دي اكس
هي ذاتها اذا بتكون انتجرال لاف اوف يو دي يو. يعني من كلها هتكون اف بي ماينس اف اي. عندي مشكله بالفاريبل شو ما كانت تكون. اوكي بالنهايه كل اخر شيء شو ما كانت الفاريبل اخر شيء راح تعوضه هالفاريبل بتوين اي اند شو اي اند بي، فراح تطلع اخر شيء شو اف اوف بي ماينس اف اي. ما فاهم اوكي. فا او الجواب هون بدل ما يطلع ان تيرمز اوف اكس بيطلع ان تيرمز اوف يو او ان تيرمز اوف تي اتسيتيرا. فبدي منكم هذا الموضوع ما ياثر عليكم. يعني الفاريبل اذا كانت تي بنحترم الموضوع بنشتغل على اساس التي، اذا كانت اكس بنشتغل على اساس الاكس، اذا كانت يو بنشتغل على اساس اليو، اذا كانت زد بنشتغل على اساس الزد عادي. هو بيفرض علي هو حبله يحط انتجرال فيها اكس او تي او كذا. هلا الواي ما بنحطها اجمالا لانه الواي تعتبر هي فانكشن بالمعنى يعني ما بنضيعها، بس انه فيها تكون تي اكثر شيء ممكن تكون حد الاكس تي، وممكن تكون كمان يو او اكثر شيء مستعمل. يعني اذا شمعنا شفتوا انتجرال بهالشكل هيدا رقم ماشي الفاريبل ما الى اي بالنهاية هي نفس الطريقه. بس في شغله، بس اذا كانت شي مره يو تقول هاي يو، انت معود بتشينج فاريبل تقول ليت يو صح؟ يعني الانتجرال اللي فيهم تشينج فاريبل تقول ليت يو، ساعتها بدك تغير فاريبل يعني هي اسمها يو الاساسي، ساعتها بتقول مثلا هون ليت تي. فهمتوا فيك؟ يعني انتبهوا منيح لهالقصص هيدي. نحن معودين بس بتشينج فاريبل معودين نقول ليت يو، هيدي مش اجباريه. فيك تغيرها، فيك تحطها لات زد، فيك تحطها لات تي، فيك تحطها اللي بدك ماشي. بس انتبهوا لهذا الموضوع هون. عم فرجيكم بس انه اخر شيء راح يطلع اف اوف اكس بتوين اي اند دي، لانه انت فيك تغيرها بسرعه. يعني اذا بدك هون فيك تحط محل التي ترجع اكس وتغيرها عادي، يطلع اف اوف بي ماينس اف اي فور اني فاريبل تي اور اكس اور يو اور زد اللي بدك. طيب هلا طبعا احنا بحاجه لنشوف اكزامبلز ونشوف الكالكوليشن. ممكن يكون متعب شويه الكالكوليشن ببعض المحلات، بس منا نتعود عليه. شو بدنا لهون؟ any question؟ حد عنده شي سؤال حابب يستفسر عن شيء؟ yeah. بقولكم من خرجتوا اكثر مره سمعين استاذ سمعنا هذا معين تمام. شو قصه الانترنت اليوم؟ الطقس حلو طيب. هذا معين كان فايل اللي فات هلا. yeah. فكرة الحياة بلا نعيم ما بتزبط. انتم معودين متكلين عليه لنعيم دائما بيصوروا لكم وبيظبطكم، فانتبهوا يعني بس يغيب شو بصير فيكم. شرفت يا نعيم ولا بعد؟ انا عصبي يعني حرام. وصلت وصلت استاذ خلص يا عاد. كنت عم بحكي عنها بالمنيح، بقول له الحياة بلاك ما بتسوى. حياة بلاك حبيبي يا استاذ. هيك سلطة. ايوه يلا هلا انا نحل انتجرال. اخترت وحده بسيطه جدا هون، انتجرال بين 0 اند 3 اوف اكس كيوب دي اكس. اول شيء بتعملوه بتحلوا هذا الانتجرال بالطريقه المناسبه. هات نحل عادي، هيدي ما فيها مشاكل، ما بدها لت يو. هيدي شكلها اكس باور ان، فهي دايركت لاكس باور 4 اوفر 4. هون مثل ما شفتوا شو عمل، ما حط بلس سي، ما حطينا بلس سي. انت معود هون شو تعمل لو ما في انترفال، لو ما محدد لك هون بين تو نمبرز، انت عارف ان هيدي كانت رح تطلع معها x4 over 4 plus c وبتفل على الباقي. شايف عارف انت بتعمل؟ هلا لا سوري استاذ، بس شرحت رجعت انت شيء جديد ولا لا؟ لا انا معطل عندي الكهرباء. يلا بتطلع هون عندك x4 over 4 بتعوض between 0 and 3. اوكي هلا هون فيك تسكر الانترنت ما في مشكله. شو بتعمل؟ مره بتعوض ب 3 مره ب 0 ومنقص محل ال x3. هلا هو حسبها بسرعه، هيدي صراحة الأولى مش أنا عاملها، هيدي هي موجودة كانت ونعزلتها. هوريك أنا مشتغلين، يعني هوريك حارف تفاصيل أكثر في المرأة، حتى الشكل غير اللون غير. بس لألكم هوي شو الفكرة؟ الفكرة إنه أول شيء منعوض محل X3 ودائما عوضه بتوين براكتس أفضل، خاصة إذا كان نيجاتيف نمبر. تطلع 3 باور 4 أوفر 4 ماينس الـ F of A بتعوضه هلا محل X0، يعني 0 باور 4 أوفر 4. هيدي طارت وهي بتحسبها كالكوليتر بتطلع معكم 81. ماشي بس عم نعمل نفس الشيء مثل قبل، بس عم نعوض بس نفس الشيء، بس ما بقى بنحط بلس سي، ما عادش إلى داعي نحطها لبلس سي. بدنا نعوض مرة باللي فوق مرة بتحطوها، وساعتها بس بتعوضوا مرة بتحطوا محل الاكس اللي فوق وبترجعوا بتحطوا محل الاكس اللي تحت. إجبار تبلشوا تعملوا سبستيوت باللي فوق بالبي، بترجعوا بتحط ماينس بيناتهم بتعمل سبستيوت. هلا اذا كان في شغل كثير هون سائل التيرم واحد،
اذا كان اكثر من تيرم مثل هلا الثاني هيدي بنحطها لحالها بين براكتس وهيدي بنحطها لحالها بين براكتس. دائما هذا الشيء مفضل عندنا كرمال تشينج ساين. هلا حتشوفوا دي هيدي مثلا شوفوا هون اخذت عملت سم لكذا وحده بدي اعملها انتي بتحلوا انتجريشن هون اخذتوا نيجاتيف نمبرز يعني فرجيتكم اصعب شيء ممكن بالسبستيوشن هو الزنك تعمل سبستيوت لفاليو نيجاتيف مش لفاليو بوزيتيف. اول شيء الانتجرال لتو اكس هي دايركتلي اكس سكوير اكس سكوير في حاله بعض عنده مشكله فيها هذا المفروض 2 اكس سكوير اوفر 2 يعني اكس سكوير. الانتجرال لل1 هي اكس. شباب صبايا بليز ما تنسوا دائما الانتجريشن هي انتي ديريفاتيف يعني حاولوا انتم فيكم تحلوهم بدون ما تحفظوا قاعدات. انت لازم تكون بتعرف انه مين هي الفانكشن يلي الديريفاتيف لها 2 اكس هي اكس سكوير مين هي الفانكشن يلي الديريفاتيف لها 1 هي اكس ماينس اكس. انت كيف يعني هولي دايركت فينا نعرفها. هوني مثلا هلا انا بلشت اشتغل كاتلنيز صار عندي خبره بالانتجريشن حط اوامر جوال فهمتوا هون ليش حطيت اوامر بلس قلبنا السم هي هيدي شكلها اي باور اي اكس بلس بي وهون في ماينس قبلها يعني هي المفروض ماينس انتو 1 اوفر اي الاي هوني ماينس 1 الاي هي ماينس 1 فماينس وماينس قلبوا بلس صح هي المفروض هيك بس انا بدي منك خلص خلص انه تعتبر حالك انت مش بحاجه لهالتفاصيل كلها عشان ما تضيع يعني مش معقول انا اروح سطر بس كرمال هاي خلص انا بعرف انه 1 على ماينس 1 هي ماينس ومضروب بماينس برا فشو راح تصير دايركتلي بلس انتوا كيف دغري فيني حتى بلس اي تو ذا باور ماينس اكس ماينس لايكم من الاخر حقول لكم اياها شغله الاي تو ذا باور اكس بلس اي والاي تو ذا باور minus x plus a يعني إذا coefficient ال x كان 1 أو كان minus 1 هول الderivative والintegral بيكونوا the same مثل قصة e power minus x يعني هيدي اللي فوق دغري هي بتضل e to the power x plus a وهيدي شو بتصير أوام minus e power minus x 1 على 1 هديك وهيدي 1 على minus 1 فما حد غني أيمتى بصير له إيه من الموضوع؟ إذا كانت الـ X الـ coefficient تبعها كانت 1 يعني كانت 2 مثلاً كانت 3 ساعتها بصير له معنى فهمتوا كيف؟ عشان ما تفكروها derivative يعني دائماً ماشي فهون فيك تتعامل معها كـ derivative يعني كأنها مثل الـ derivative بتصير فبصير plus e to the power minus x minus 1 طيب نحن قبل كنا نحط هون plus c خلص قال لا بكم تتبهم يعني هون بدك تفرجيني إن أنت حليتها بتحط interval عليها وتفاوضها between minus 1 and minus 2 First, you substitute x by minus 1. هون x شايفينها ثلاث مرات. عشان هيك بفتح براكت كبيرة مثل ما شايفين. هون بلشت معكم من الصفر عملها. أنا بعضكم أنتم مش معوضين كثير على substitution. حطيت x مثل ما هي ما حسبتها. يعني ما حسبتها براسي. حطيتها between brackets لأنه هي negative. عشان ما نضيع. ليش عملت؟ محل x هون صارت minus 1 square. Minus. محل x هون minus 1. وهوني plus e to the power minus minus 1 minus 1 تركته مثل ما عندي فهمت شو عملت؟ يعني كل اللي عملته هون هودي ال values لل x 3 اللي هون شلتهم وحطيت محلهم between brackets مين؟ minus 1 لهون مش الحال عملنا substitute الأولى خلصناها كلها بنسكر البراكت عليها نرجع بنحط minus ونفتح براكت جديدة جديدة نرجع هلا مثل ما عملنا هون بنعمل هلا بس بنعمل سبستيوت لمين؟ للماينس 2 بتصير ماينس 2 باور 2 هون مثلا دغري حطيت هلا انا ماينس ماينس 2 شو هي؟ بلس 2 وهون بلس اي تو ذا باور ماينس ماينس 2 هي اي تو ذا باور شو؟ 2 ماينس 1 2 ماينس 1 يعني فينا نحسبها بسرعه حتى الماينس 2 سكوير فينا نحسبها بسرعه مش مشكله بس هلا ما عليه لتتعودوا شوي شوي يعني هلا انتم للمره الجاي مثلا المفترض انت تكون قادر تنزل من هون لهون دايركتلي شفتوا هذا السطر اللي تحت المفروض انتم تعملوها بسرعه هيك يعني المفروض تشوفوها بسرعه يعني هون مثلا ماينس 1 سكوير هي 1 ماينس ماينس 1 هي شو؟ بلس 1 عشان نكون سريعين بس اي تو ذا باور هيدي مثلا ماينس ماينس 1 ماينس 1 تطلع اي باور 0 وضحت؟ باور 0 هي 1 خلصنا هون زغرنا الاولى مثل ما شفت يعني لما حسبتهم لهول ماينس 1 سكوير هي 1 minus minus 1 هي plus 1 وهيدي e to the power 0 سكرنا البراكت minus بنفتح براكت جديده فهمتوا شو اهميه البراكت هون؟ لانه شو في قبلها هي؟ minus هلا في change sign بعد شوي فهي ضروريه هي الا اذا انت ابضاي لدرجه انك قادر تعمل
substitute الاول بغير الصايم بنفس الوقت، ما في رامع صفر دبر حاله. بهمني انا اوصل اخر شيء لهيدا الجواب يلي شايفينه انا. اوكي طيب اخر شيء تحسبوه هون هيدا الاي 0 هي شو كمان هي 1 كان فينا نحطها اكيد 3 او ام بس انا حطيتها 2 بلس 1 وهيدي هون جوا شو عندكم 6 بلس اي بما انه في ماينس برا فبتصير ماينس 6 ماينس فاينلي بيطلع الجواب ماينس 3 ماينس هيدا بيكون اكزاكت فاليو. هلا اذا انا مش جايب لك بفاليو في بتحسبه على الدسمة بس انا ممكن اوقات اقول لك شو ذات انه هيدا الانتجرال ايكوال تو ديسمة ساعتها بدك تضطر تشتغل. هلا اذا بدك تحسبه على الكالكوليتر بيطلع تقريبا ماينس 5.71 ماشي؟ لهون كل شيء تمام؟ يس. طيب بنروح لوحده هلا فيها تشينج فاليو بس كمان ما تقولوا عشان نعمل شيء تشينج فاليو يعني هول الثاني نحله دايركتلي هيدي لا هيدي فيها شغل تشينج فاليو. طيب هيدي حليت وحده مثل انا بالابلكيشن بس كانت لان اكس اوفر اكس مش كانت لان سكوير اكس بس هي بنفس المنطقه لك شو بجمع اول شيء بقى عندي انفصل جزاء خليك سوري هيدي التو هون هي هي ما بعرف تحرصها هون الانتجرال بين ذا تو نمبرز 1 اند اي هي نمبر عادي جيت فصلتهم وهولي قسمتهم بشكل 1 اوفر اكس تايمز لان اكس كلها سكوير. اول شيء متفقين كلنا بدرس اللوغاريتم وقت شرحناها هيدي ها لان سكوير هي ما بتساوي لان اكس سكوير اضاف موضوع ثاني يعني هيدا لان اكس سكوير بتنزل طولها تحت بتصير طولها اكس هيدا لا هيدا لان سكوير اكس المقصود فيها هاي لان اكس كلها سكوير اتفقنا فهيدا بقولها بس بتحطوها بتضبوها هيك بتصير برافيتس. ليش عملت هيك انا هون يعني ليش انا كتلميذ بدي افكر اعمل هيك يعني قسمت ال1 اوفر اكس لحالها وهذيك لحالها لانه انا بعرف انه ال1 اوفر اكس هي ديريفاتيف لمين هون بدي اعمل تشينج فاريبل هي ديريفاتيف لمين لان اكس لان اكس. هلا اذا بيجي بقول let u equal لان اكس اليو برايم شو راح يكون 1 اوفر اكس 1 اوفر اكس صارت الانتجرال محل ال1 اوفر اكس يو برايم وهيدي بتصير يو باور 2 هيدي عندها رول ولا لا يو برايم ضرب يو سكوير هي يو 3 اوفر هون اذا انتبهتوا ما حطيت بين 1 اند اي لانه انا بدي اعوض الاكس مش اليو يعني هي تركتها فاضيه هون. هلا بس ارجع احط اليو بقيمتها اللي هي لان اكس برجع احطها هون بين 1 انت بقولها منيح بس يعني بس يكون عندكم تشينج فاريبل بس تحلوها ما تحطوا ما تعوضوا اوان بين 1 اند اي بتعوضوا لما بترجع بتحطوا اليو بقيمتها انترنس اوف اكس اوكي اوكي هي لان اكس كيوب اوفر 3 هلا هي صارت بين 1 اند اي يعني صارت لان كيوب اي اوفر 3 ماينس لان 1 كيوب اوفر 3 لان 1 طارت 0 وهيدي لان هون هي صفر لان هي كيوب هي ذاتها 1 اللي هي بتطلع تقريبا 0.3 مش الحال يا شباب يا صبايا فهمتوها نفس الشغل الانتجريشن بس اخر شيء بنعوض محل الاكس اللي فوق بنرجع بنعوض محل الاكس اللي تحت بنعمل ديفرنس. هلا بالنسبه للكالكوليتر هون ليك خليكم معي ثاني عشان يكون معي انا كالكوليتر اوكي. طيب نحن عم نحكي عن الكالكوليتر نحن عم نحكي عن الكالكوليتر الرماديه اوكي كلكم عندكم الرماديه ولا في منكم عندكم هيدا البيضه الكلاس ويز ما اعرف انا الـ FX 91 او الـ FX 570 طيب عندكم هون في فوق الراديكال اوكي تحت الالفا اوان في مثل هيدي تعيد الانتجرال شايفينها راح اجرب معكم انا هلا الاولى اول وحده اللي عملناها اوكي تعملوا انتجرال تكبسوها اول شيء بحط لك تعبي جوا جوا عندك اكس كيوب شو بتعملوا لتحصلوا على الاكس بتعملوا الفا البراكت المسكر شايفينه يطلع عندكم اكس بتحطه باور 3 عادي بتحطه تعيد هذا الاكس باور اللي حد الاكس سكوير بتحطه باور 3 عبيت انت جوا هلا بتطلع على الاطراف طبعا الانتجرال تطلعوا لفوق بالسهم الفوقاني بيطلع لك فوق بتحط 3 بتنزل لتحت بالسهم بيطلع لك 0 بترجعوا انتبهوا تعملوا سهم يمين لا تصيروا برا مرتين يعني صرتوا هلا حد الدي اوف اكس حطوا ايكوال تعطيكم 81 اوفر 4 شايفينها يس yes.
حطوني فيها ظبطت. ايه ظبطت استاذ لحقتك. هوليك هوليك ممكن ياخد وقت، ما تفكر الكالكوليتر تلتت او انتزعت يعني. هاي دي يمكن اذا حطيتها اذا فيه انشغل يعني، اذا فيها كتير الاكس ممكن تاخد وقت يعني، تنطر لك هيك شيء 10 ثواني 12 ثانيه 7 ثواني. ما تخاف ما تفكروا انتزعت، هي بتاخد وقت. بس بدل الاكس شو بحط بالضبط؟ الفا براكت مسكر بيطلع لك الاكس. اوكي فيكم تدربوا حالكم عليهم بس. بكل الاحوال انا حضرت لكم هون. صباح الخير استاذ علي. صباح الخير جميعا. عندك ادم وهبه بس عندك هبه موجوده بس في مشكله انترنت اليوم، في تلاميذ طلعوا واجوا كثير، في بس ادم غايب بس من اول بلشنا. ماشي هبه موجوده؟ هبه كانت موجوده راح يمكن عندها الانترنت غلط، بس هبه فاتت معنا بلشت معنا. اوكي ماشي انت في بس ادم لما اجى. اوكي يعطيكم العافيه. شكرا. اوكي مش الحال بالنسبه للكالكوليتر، فيكم تسالوا بعض فيكم تسالوني انا على الخاص ما عندي مشكله. بس ثاني وحده كمان ظابطه هلا جربتها. اكيد بس الثاني ما بتعطيكم اكزاكت فاليو، ما بتعطيكم بتعطيكم يعني ماينس 5.71 الفراكشن بتعطيك اياه مثلا، هيدي راح اعطيكم اياها 1 اوفر 3 اذا بتحسبوا. فهولي بتتدربوا حالكم. هولي بكره شو اهميتهم كرمال تتاكدوا ان شغلكم صح، او بكره بقول لكم انا امتى فيك تستعملوها يعني، باي حالات من الاسئله انت بدك الا تستعمل اوامر الانتجرال باي كالكوليتر، لانه مش دائما فينا نستعملها طيب. اوكي اوقات ممنوع، اني اغلبيه الاوقات ممنوع يعني، بيقول لك انت جيب لي عندي دريبل، بس هي على كل الاحوال مهمه كرمال نتاكد ان شغلنا صح يعني. هلا الهوم ورك اللي حددت لكم اياه كل وحده حتحلوها بتوين تو نمبرز، جربوها اذا بتطلع في الكالكوليتر تتاكدوا ان شغلكم صح. ماشي شو تمام تمام استاذ. يا لكن بتحلوا الهومر اذا بدكم تشتغلوا كمان على الاكسبوننشال بدرس الاكسبوننشال انتجرال فينا كمان نشتغل فيهم، بس انه انا ما حددت لكم عمر، حددت من درس اللوغاريتم ومن درس الاول انتجريشن. ماشي يا بكره لكن بنشوفكم ان شاء الله على خير ان شاء الله. يا يعطيك العافيه استاذ. الله يعافيك. يعطيك العافيه استاذ. Hello.